خلينا اروح معاكم لالمانيا مع استاذ ماجد سعد رئيس المنظمه المصريه الالمانيه. مساء الخير استاذ ماجد. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل الشعب المصري العظيم وكل المصريين الداخل والخارج. اكيد. طيب ما فيش فرق على فكره، هو احنا كلنا مصريين داخل وخارج طبعا. كلنا طبعا. بخير ما دام احنا بنحمل كلمه مصر في قلوبنا وعلى راسنا كلنا طبعا. واحد. طيب استاذ ماجد قول لي، كلمني عن هذه الوقفه اللي موجوده اللي احنا شفناها مع النائب عمرو درويش. اولا احنا اول ما شفنا الفيديو بتاع النائب عمرو درويش استفز كل المصريين في الخارج زي ما استفزهم طبعا في الداخل. طبعا لقيت التليفونات بتنهال عليا، ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ احنا عايزين نعمل وقفه. طب يا جماعه الوقفه دي نعملها بكره. طبعا علشان نطلع تصريح لوقفه سريعه زي كده حاجه مش سهله جدا. طبعا المجموعه اللي حوالينا قالوا هنعملها النهارده، نخلص شغلنا، احنا بنخلص شغل الساعه 4:30، نعملها على طول على الساعه 5. قمت بالتنسيق مع الاستاذ علاء ثابت رئيس بيت العيله المصريه في مدينه برلين، وكانت الوقفه في مدينه فرانكفورت وفي مدينه برلين وفي نفس التوقيت. يعني كانت في اكتر من مكان. يعني نعم يا فندم، في العاصمه السياسيه برلين وفي العاصمه الاقتصاديه مدينه فرانكفورت في نفس الوقت، ما بين فرانكفورت وبرلين. نعم، في نفس الوقت التوقيت. تمام. نعم، وكنا بنختار الاماكن الحيويه اللي مكتظه بالناس علشان يشوف الوقفه بتاعتنا. مش هينفع نعمل وقفه صحيح في حتت ما بيمشيش فيها حد، احنا عايزين صحيح. ولذلك اخترنا مثلا في مدينه فرانكفورت اخترنا مبنى محافظ او مبنى محافظه مدينه فرانكفورت اللي فيها محافظ المدينه وكل السلك الاداري اللي بيشتغل في مدينه فرانكفورت، بحيث ان كل الموظفين يشوفونا من الشبابيك ان احنا عاملين وقفه، لان ده المكان اللي بيتظاهر فيه كل النشطاء السياسيين وكل الأحزاب السياسية. ده كان في مدينة فرانكفورت، نفس المكان تم اختياره بعناية في مدينة برلين من زميلي الأستاذ علاء سبت، وأكيد حضرتك طبعا تعرف. طبعا طبعا طبعا. أقول لحضرتك تنوه طبعا، بشكر كل المصريين اللي شاركوا في برلين وفي فرانكفورت، وأحب أقول لحضرتك من ثورة 30 يونيو لحد النهاردة احنا قمنا لا يقل عن 40 وقفة لدعم مصر. طبعا لما نقول مصريين الخارج هو حائط الصد الأول ليس بالقول ولكن بالفعل. فيديوهاتنا موجودة على صفحات السوشيال ميديا منذ ثورة 30 يونيو العظيمة لحد النهاردة. طبعا وقفتنا للإرهاب دعم الدولة المصرية ورسائلنا اللي كنا بنوجهها للألمان باللغة الألمانية. يعني وقفة النهاردة زي ما حضرتك أكيد الصور والفيديوهات واضحة معانا على الشاشة، الصور موجودة معانا على الشاشة. مش شايف التلفزيون معلش الأسباب فنية عشان كده بسأل حضرتك. لا الصور معانا على الشاشة. كانت الصور فضل. نعم الصور، احنا جايين تأييد أول حاجة، تأييد للي احنا شفناه للنائب الأستاذ عمرو درويش، وهو ما كانش بيمثل نفسه يا فندم. طبعا ده نائب الشعب. طبعا الإهانة طبعا. للأستاذ عمرو درويش هي إهانة للشعب المصري ككل. طبعا أنا شفت اللي حصل معاه إهانة، يعني منظر طبعا مش عايزين نشوفه تاني، مش عايزين نفكر نفسنا بيه، لكن أنا شفت إهانة وشفت طبعا. هل لو حصل نفس الكلام ده معاه هنا في ألمانيا كان ينفع يحصل كده؟ استحالة استحالة يحصل. أنا عارفة ده كويس، أنا بشكرك جدا وعارفة ده كويس. أستاذ ماجد سعد رئيس الوكالة الألمانية المصرية للاستثمار والتسويق، عايز أقول لكم هذا الكلام اللي بيقوله أستاذ ماجد، يعني لو شفتوا هما في البداية قال على بال ما عملنا وقفة سريعة جدا علشان ناخد موافقة، يعني أنت عشان تعمل تظاهرة أو تعمل وقفة أو تعمل أي حاجة في أي دولة أوروبية لازم تستأذن ولازم تعلن الجهات المختصة. ما فيش حاجة اسمها كده بالبركة أروح نازل كده واقف ومعطل الدنيا، ولازم كمان تقول الوقت اللي هتقف فيه وهتقف فين وهتعمل إيه بالظبط. هذا هو العالم المتحضر إن الناس بتعمل كده. لكن خليني أعلق على هذه الوقفات، هي وقفات طبيعية لأنه المصريين روح واحدة، أكون المصريين الوطنيين
بين قوسين علشان برضو نحدد، لأن في مصريين يعني مش عايزة أسميها الجماعة الإخوانية أن هم يعني مصريين، ولكن خليني أقول أن في مصريين بجد يهمهم قوي فالشأن المصري، أي حاجة بتحصل بيبقى عندهم نفس التأثير، هم متابعين بلدهم، هم بيدعموها، وانتوا عارفين كمان أنه الدولة المصرية يعني بقت ممتدة مع المواطنين المصريين طول الوقت في السفارات وفي الجاليات وفي الأماكن، بقى في الحقيقة تواصل على طول، وبنلاحظ ده لما سيد الرئيس بيروح في أي مكان بيبقى موجود، هم نفسهم بيبقوا موجودين وبيبقوا حريصين وبيبقوا عندهم سعادة. من يومين لسه شايفة يعني إحدى الجاليات في أمريكا ومواطنة أمريكية ومصرية طبعا، لكن الحماس والخوف والقلق على مصر وإنه بتدعم من المصريين ياخدوا بالهم من بلدهم، لا المصريين بخير وهيفضلوا بخير طول ما احنا شغالين. يعني عايزة أقول لك عشان ننجح نشتغل طول الوقت، نشتغل ونفضل باصين على الخط المستقيم بتاع الشغل، أول ما بنبص على الهوامش بنبعد، خلينا دايما باصين على الخط المستقيم طول الوقت.